نقول بان هذه مناسبه بان كل عائله الرجويه تجتمع وراء الفريق ديالها ونغضوا النظر نشوفوا المصلحه العليا لفريق الرجاء ونرجعوا الاشخاص جانبا، لان الشخص راه يمكن له يمشي اليوم يجي لاخر، من مصلحه الرجاء بانه يخليو شويه ديال الوقت ونجيو نتحاسبوا على النتائج سواء فيما يخص لو بيلون فينونسي ولا لو بيلون سبورتيف. ويمكننا نتكلموا بان انا جد فخور في هذه السنه ونص اللي كنا فيها بانه سواء لو بيلون فينونسي او لو بيلون لو سبورتيف اللي زعماك ماشي في واحد المستوى كبير، بالرغم بان هذيك الامور كانت تنقولها ونفتخر بها وهذه ناتجه علاش؟ مجهودات الجميع، لا تضحيه اللعابه، لا تضحيه تنقول ان الاطارات التقنيه ولا الموظفين ولا المحبين ولا الرؤساء السابقين او المسيرين الحاليين والقدامى ولا المنخرطين، الكل ساهم، اللي ساهم بشكل ساهم بالكثير، والان بان تنقول انا دائما بانه نعطيو شويه الوقت ونبعدوا من شخصنه المشاكل، كاين شخصنه المشاكل ونستحضروا مصلحه العليا لفريق الرجاء. راه فريق الرجاء راه تيمرض ما تيموتش، وفريق الرجاء لا خوف عليهم من الحزان، وكان حسبان ولا مش حسبان، ولكن لن نسمح لاي واحد اللي عبد في فريق الرجاء نعاودوا نديروا، انا ما نسمحش ولو باش ما كان، لان هذا قرار اللي سميتو بان مصلحه العليا، وانا مستعد للمحاسبه، وانا كنطلب من هذا المنبر بان ضروري ربط المسؤوليه بالمحاسبه، كيما كان شخص انا ولا اي طرف اخر، اي واحد خدم مسؤوليه سواء كانت جماعيه ولا سياسيه ولا وزاريه ولا كون، وهذا الخطاب الاخير ديال صاحب الجلاله كان واضح في هذه الامور بان اي واحد اللي خدا شي مسؤوليه ربطوا المسؤوليه بالمحاسبه، وحتى واحد ما كيف مريض فوق القانون، الحق يعلى ولا يعلى عليه.